السلام عليكم إخوان المشاهدين، في هذا الفيديو التتمة لإكمال عمل للمرآة، وفي هذه الحلقة إن شاء الله درس الاطلاع بالفيرني الملون السانتيتيك بعد الحك بورق الصنفرة رقم 100. فبعد الحك إطارنا الخاص للمرآة عريض السمك والغلط، هذا كما سبق أن أخبرتكم به في الفيديو السابق أن قياس المرآة 34 سنتيمتر في الطول، أما العرض فهو 25 سنتيمتر. فبادلنا فكرة لتوسيع المرآة وقمنا باختيار إطار عريض وسميك الغلظ حوالي 6 سنتيمترات أو 5 سنتيمترات، فهذا بعين الاعتبار. أما الواجهة حوالي 6 سنتيمترات ونصف أو 7 سنتيمترات. إذا المشاهدين الأفاضل، أدخل معكم في تتمة الفيديو الثاني بعد المجهودات الماضية بالفصالة استعمال منشار تلسين متعدد الوظائف، ثم مرحلة تركيب القطع الطول والعرض لبعضها وتسمير المسامير في الزوايا الأربعة باستعمال مسطرة إيكير ذات زاوية قائمة ومراجعة الإطار. فبالنسبة مشاهدينا حلقة هذا الفيديو الحك بورق فير الصنفرة ثم الاطلاع بالفيرني. فبالنسبة للاطلاع بالفيرني ملون 0.003، وقمت بإضافة القليل من تانت الزيت الحمراء للحصول على لون رائع. إليكم المتابعة.
وإلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة، فحسب ما ترون معي ها هو إطارنا تم اطلاؤه ولامع بغاية الجمال. ومع هذا الجهد دعمونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، واكتبوا اقتراحاتكم حول الفيديو، فكل تعليق أنزلتموه لنا في صندوق التعليقات تشجيعا لنا، وأشكركم عليه جزيل الشكر.